نجون الشحايب كني من مياه السماوات مغسول، ان جيتني يا ليل ويش انت جايب، يا مرحبا واللي يجي منك مقبول. لا لا طب ايش رايكم صح؟ لا لا خلاص والله حلوه الفقره اخر واحده خلوا شيء تحبون. يقول من عذابي قلت لعيونك هلا يا هلا بك يا عذابي يا هلا، ما يكفي لو عتيبك من غلاك رحت تبعد عن عيوني يا غلا، تحسب اني سالي مثلك وانا في هواك الله حسيبك مبتلى، ما يسليني مكان ولا زمان لا ولا غيرك حبيبي لا ولا، قلبي اللي ما يطيع المن بغى من نظر عينك تعهد بالولا، من نظر عينك تعهد بالولا. يلا 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 بسرعه 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 بسرعة. لا 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 عادي عادي. ابي من هالخبر يقول لله الله لف المرسول ما عين محله وقلبي تايه. بس ضبط بس ضبط صح 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 اقلب اقلب صفحه اقلب صفحه اقلب صفحه لا اقلب صفحه واحده واحده حب من ودك تحب وعد من ودك تعادي، بس عيب انك تشوه سمعته اللي ما تحبه، حب من ودك تحب وعد من جيب خلاص ما يحفظ لي. مشعل 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 بختار لك من هنا عطه بدله ول ابا يابا 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 اسكت اسكت بسرعة. ربي يوزعني اشكر نعمتك وافوز. ربي يوزعني اشكر نعمتك وافوز برضاك وانوي دقيقة دقيقة يود هذه طويلة. اشكر نعمتك وافوز برضاك ابن فطيس لان ابن فطيس احبه. يلا يا ناس يا اللحن مرحبا ترحيبة البعد وبالبرق الليلة هم عامين ما رحبوا به رحبها وسطهم ومن فرحته غرق جفناه بدمع بل الأطراف ثوبه البرق شرقه له صويح بشرق برق بصدره بارق ما دروبه واللي يريد الوصل يا ما اكثر الطرق لو وقف وكل العرب في دروبه. كذا مره واحده خلاص الله يزهقون الله يزهقون ما شاء الله يا ابو منصور لك ليه احد يزهق من صوتك؟ دقيقه يا الربع ما شاء الله عليك يا ابو منصور لكن صراحه صوتك دائما خليني كن في صدى ورق والله اني صادق إيه؟ حتى انك البوح البوح مدح لدرجه اني احيانا اركز الصدى يشتغل ولا لا اخر شيء يطلع بدون صدى. هذه ما تدري انت تفرح ولا تحط لك قلب شوف والله ما ادري يعني منصور الشباب كلهم امدحه وايد علي انت صوتك يلامس يلامس ضمير مشاعر يلامس مشاعر لك انت قل من بعد سلطان النجم انا صراحه من بعد سلطان النجم يلامس مشاعر يا سلطان. لا لا انا من بعد نواف منصور. لا صدق صدق والله بقول لكم شيء بقول لكم شيء دقيقه والله العظيم اني صادق سلطان ما اقولها مجامله صوته جبار سلطان يمين ترى انا يسار فعلا كل واحد له درب انا بعزوز لحظه عزوز الاكل بكذا في الوسط لا هنا بس
صوته حلو لسني لسني ما يستحيل ما يركب انا سكته قبل شوي ترى ما يركب معك اقسم بالله يا نبره صوته عالميه يعني لو نقول بس الولد مو محتوى يعني شوف انت تعجبني عندك البحه حلوه زين دقيقة دقيقة حتى لو نقيس على الفنان شوف فنان العرب محمد عبده وراشد الماجد وخالد الرحمن إيه؟ كل واحد له طريق لكن خالد الرحمن فيها البحة يعني عشت وبقيت منزلك هنا غيري تقول هجر اي يعني صراحة ممتاز دقيقة ابو منصر ابو منصر ودوسري تفضل عندي سؤال لكم اول شيء ابو منصور ابعد نفسك من الحسبة عطنا افضل ثلاثة صوت تشوفها لا تجامل لا تجامل برا استديو لا لا بالحق الواقع ما لا لا برا خلي برا لا في الواقع لا في الواقع انا برا ها لا 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 سمي اقول واحد اثنين ثلاثه لا اسف هم غير حنا اربعه من دون كت ثلاثه قاعدين اي لا اسف اسف الاول سلطان هي الاول سلطان لامس مشاعري ملي من العاب الاصوات يلامس مشاعري خل خل السؤال برا لا 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 ما في الا ثلاثه غيري اصلا اي بس خل السؤال برا الحين السؤال عندك بس بدون لا لا استثنى عند خلنا واقف انا ما تعدي على الرجال اي صل على النبي صل على النبي ما بعرفك انا بعلمك برا في واحد جاء في بالي برا عني عليه عني عليه يا جيا مري ولا هو في الاستديو يشيل الحاله دايم سعد اليامي عطنا شيء من فيديوهاته شيء من هو ما شد اللي يقول المكان ذا ما نسوي شيء ما ديرت ما نسويت انت تتكلم عن النسخه ولا برا انا كنت اتكلم عن النسخه بس هو حول سؤال برا عن النسخه هو حول سؤال برا لانه ما يبغى يقول خاف يزعلون اسمع ابو فرح ابغاك تشيل اللي ذي على اللحن ذا تعال ابغاك تقول على اللي غرام حد هذا ما يجيبني شيء قلب العنا الاقصى تجوهت لا انت ما تجيبني شيء انت ما شرعت انت اصلا تعال غن على السلاح من احسن صوت عندي بالبرنامج انت غن بالله غن يا رفيق قلع عمر الدرب لا حط على اللي غرام حد لا دي يا رفيق قلع عمر الدرب دام العلم ينصاك ايش تشوفون ثغر ليتني ما طلعت نفسي تجزع من الدنيا وتشكك بربلواك الليالي مثل ما صوبنك صوبنك الليالي مثل ما صوبنك لازم تجلس الحال انا عزيز ايش رايك؟ ايش اللي ايش اللي غنيتها يا الربع انا عندي موهبه احب من ودك تحبه عاد من ودك تعادي بس عيب انك تشوه سمعت اللي ما تحبه حب من ودك تحب عاد من ودك تعادي يا اخي عينت واحد يجبر بخاطري اللهم لك الحمد ابشر بسعد عاد بس جاي تعرفها عاد بس جاي مره عاد بس جاي وعوده هبه الحمد الله يرحم مسعد رشيد لا عاد بس جاي وعوده هبه ولا الكنه متى تزين السوالف واخذ علومه وسامح عن خطا الجرح والونه واعتبه لو يصد شوي والومه من غناها انا حداك ايش اسمه خالد هون لا الا المسجا ايش اسمه ايش اسمه ايش اسمه ايش اسمه بتجيبه ما عليك تعرفونه ها جحيشي بغدي يا اخوي ايش اسمه هو اسمه اسمي مركب صح بعطيك اسمه واحد محمد هذا بس جاي يا غنوه مبطي ترى في الساحه كانت تنزل ايه يا وين ضيعته جسمه طيب يمكن يعرفه من اللي غني هذا بس جاي يا ودا اتحداكم اتحداكم معروف انا عارفه عارفه خبرها كان شنو هذيك الايام في الساحه طيب تذكر الساحه الطايره طارت فيها نور عيني طايره الا خبر كان اكلمك طائرة طارت أي واحد الحين يصير ما شاء أصغر أكبر مني ولا زايد 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 تذكر في واحد في الساحة يعني طائرة طارت يا طائرة يا هل الكبتر هل الكبتر هل الكبتر هذا محمد سليمان تعرف محمد سليمان اللي يقول على طريق خمس ساعات أول إيه خبر الراحة دعيته باسمه من حوالي ثلاثة شهور وهو من ثلاثة شهور معين الراحة يشوف الغرافة إيه هذا ذاك غنها بس ما جاهز أنا لحنها زبطها
وش انا عاشق الله بمنهي ولا ممر من الضيق ما يملا من الراحه الراحه دعيتيه باسمه من حوالي 3 شهور ومن 3 شهور ما عيان الراحة يشوف الغلا في عيونك الناعسة الحور مثل من يشوف الموت في عيون ذبحة يبين لك ان هادي وخاطره مسرور وهو الله انه يزعجه صوت مسبحه وهو الله انه يزعجه صوت مسبحه شجاع حذف لك بندقه والرصاص يثور ولا تذبحين حقب ما سلم سلاحه ولا تذبحين حقب ما سلم سلاحه اعترف لولا يا نوزايد ما كان نجح انا وش دخلت عندهم صح قال وش ما فات قلت ملاحق كملناها له فعلا يا سلام يا ولد صالح النشيرة ما شاء الله تبارك الله عليه يا الربع يكفيني من كلام الصدق بإذن الله إذا ربي كتب جيب ضيف حلقة المضيف هو تكفى في واحد ثاني إذا وافق هو من هو إذا ما جاء هو علي الصبيح علي الصبيح بكل اللي يقوله اللي يا أبو قصيدة اللي يقوله بشوف حمد يا أخي بس خلط المضيف تري وش خلونا قبله بيوم ما يصير يا أخي يجونك من قطر جهز أنت لا الحين يقول رتب معك تدري علي وش يقول أنا أخدمك يوم أنه يقول شو اسمها تخيل يوصف الرمش بس يقول وجيت العالم الأموات والموت سنة وجيت جدان يلي دارهم جارهم ما يحاتي متعبين المهارم تعبات مروضاته ايه مات هو الحين راح الجدان هسه ايه صار من جدة جيت جدان يلي جارهم ما يحاتي متعبين المهارم مروضاته لعنه قال واللي بصدرك برمح سيف الزناتي قال لا والله لا رمش لأحد منه الله أكبر يعني هم يتيم من حروب ومن هيات وهم يتيم من رمش حبيبته شوف صالح يقول يكفيني من كلام الصدق تلميح مثل ما يكفي عن الضحك ابتسامة علامة المتهم كثرة التصاريح وعلامة المكتفي قل اهتمامه وعلامة اني ضعفت ويمكن اطيح علامة من علامات يوم القيامة صالح شيرا مش اخر بيت وعلامة اني ضعفت ويمكن اطيح علامة من علامات يوم القيامة سولة. يا اخوان صالح شيرا اتمنى اسمع في بيت يقول في كل مطار هذه هذا طبيعي اني لخانك الصمت ووشكبك على الانفجار واخطا عليك الزلابه مره ومرتين سبه لكن لا تسب متيهين البكار ترى ردي ما يمثل ربعه الطيبين طبيعي انك لجيت بكل صاله مطار بتشوف مسجد وجنبه غرفه مدخنين الله غرفه مدخنين يا اخي سبحان الله انا ما زلت اقول صح اني انا صوتي حلو واني انا فخم لكن الحمد لله يعني انا اتمنى اني شاعر ايش رايك يا فخم ترى دي جاي استدلال تصدق هذه استدلال يعني يا اخوان لكن يحظ ما شاء الله يحظ الشعراء لا دقيقه عشان كذا انا ما شاء الله يعني ما شاء الله مو بحس ما شاء الله على صالح المانع صوت وشعر ما شاء الله تياته ونعم ونعم وداعيه تخيل ان كل قصايده هو اللي كتبها هو اللي لحنها هو اللي لحنها هو اللي يقولها بس ما في شيء هو كلماته والحنها في شيء ما يصالح المانع وش يوم يقول لك القصيدة يوم يقول لك القصيدة ويغنيها يغنيها بإحساس طاغي يا رجل يغنيها كأنه في ميزة ثانية ترى المنشدين اللي على عهد صالح المانع طلعوا مع طلعته ترى طاحوا هو الوحيد اللي ما طاح باقي هو استمر ويتجدد أرحب يا مرحب أو مسهلا أبو مناحي استرح 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 هنا 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 مرحب انفض انفض عجيان عجيان انفض انفض من هنا وي من هنا الله عاد واجد شو نسوي الله يبقيك يا مرحبا يا ابو ناحي ها سويت الفقره القصص ذي والله انا جبار يا ولد رهيب صافتني اجل ما خلتوني اشارككم عندي ابدا اعتمدوا على الرقم انا اتمنى تقعد الى 90 25 دقيقه يا رب معي طبعا ان شاء الله سنه طويله عادي تعيشك في جوي جديده
في جديدة نفس الشركة بس بعطيك اياها. نعم. نفسها بس ترك. ليش العشب؟ زين ابو الساعة 6 تعرف مثلا سبق بها عكاشة؟ ايش قصتها؟ القصة ذا؟ اي 5 سبق بها ابو العرب. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد ذي مغارة فارح. والله كذا. كنت بقولها بس دامك عرفها خلاص. لا لا لا. بقولها للشباب. لا وردها. بالتوصيل ما بحفظها. انا التوصيل ما بحفظها لكن حافظها بشكل عام. تمارين الصباح خالد. ها؟ ادركم تقاطعون. هنا؟ ما نقاطع. والله ما يوم جيت انت. والله. سباق. دقيقة. دقيقة انا في راسي هيك شيء ما في راسنا ولا شيء بس استمر انت